قلتك تختلفي كتير هلأ؟ والله سهلة القصة، ليش بتصعبوها علينا؟ شو اللمسة اللي انت حطيتها بهذا الاي شادو؟ انه هن اذا مسحوا المكياج بضلوا حلوين. لسه في استرخي استرخي. مرحبا، كيفكن؟ شو الاخبار؟ شو الاخبار؟ تمام صبا صافا. اليوم الشباب شو نازلين يعملوا؟ مكياج البنات. لا متحمسين يعني، انتم ملاحظين انه متحمسين؟ طبعا هون عندنا الخبراء كلياتهم من البلاد برا قدام الصبايا. هن منين حضرتك؟ خبير الارجنتيني. لا بلا الصبايا، منين انت بشكل عام؟ من الشاغو حبيبي. رح نجيب موديلز والشباب رح يجربوا يعملوا لهم لوك بستايل هيك الشباب، شو بيطلع معهم؟ حط لمستنا بالنهايه، الشاب هو اللي بي اهم شيء. لمستك انت عليك لمسه. طبعا، لانه نحن اللي بنعرف شلون بنحفى، بنعرف كيف بنكج. يا عيني عليك، يا عيني عليك. المهم شوفوا الحلقه، ومتمنى من الصبايا. انا صورت هاي المقدمه بعد ما خلصنا مكياج عما الشجره. ايه، نتمنى من الصبايا انه يسامحونا، عن جد سامحونا. تفضلوا شوفوا الحلقه. صح خبراء، قولوا لنا، حطوا لنا لايك شير سبسكرايب. طلعنا لايك وشير وسبسكرايب وتوس تمام. ايه متوتره وقت ما شرحت لها الفكره؟ يا جماعه عم طلع هيك مش ما. اسمي تولين عزيز. شو بتعملي؟ راقصه فلكلور شعبي، وبعض الاحيان بصور موديل. يعني موديل. هلا احنا هاي الحلقه عاملينها هيك مخصصينا بالموديلز. ليش؟ لانه انتم وقت يكون في عندكم مثلا هيك جلسه تصوير كذا قصص، مكياج ومكياج غريب. هلا انا اول شيء بعرف انه انت هلا حاطه ميك اب. ايه تمام. شلون ما فينا نحط ميك اب فوق ميك اب؟ لا اكيد حنمسحه اول. انا معي هي. هي بتمسح الميك اب مو؟ هلا شو بدك تعملي؟ بدي امسح الميك اب. واضحه. احنا مخبيين المرايه لاخر شيء. مشان ما اشوف الخبايص. لا الله يسامحك، مو خبايص، انا جايب لك عالم محترفين. انتوا الشاب اللي من ايطاليا؟ ايه من ايطاليا جاي مخصوص لهون. بتعرفي عم انت هيك ما بعرف. انا بدي اياكي كمان، انا بيهمني موضوع انك تفاجئتي. لازم يكون يطلع لي اكثر. انه انت هلا رح تتفاجئي تقولي واو. انت متذكره كيف كان شكلي؟ لما طلعتي من البيت؟ ايه تمام. انت تلاحظي الفرق يعني. قلتك تختلفي كثير هلا؟ القمر بضل قمر. ها؟ القمر بضل قمر. يا رب الله يجيرنا من شي بوكس، من شي قصة، يا رب. عن جد الله يجيركم. والله العظيم أنا بتعرفي لو كنت صبية كنت مسحت مكياجي عادي. عادي أنا بمسح مكياجي. لا بس تولين ما بتحب المكياج. لا هذا يعني هيك شيء من قريبه. هدول فيهم 50,000 هدول اللي مسحتيهم؟ لا أكثر. أكثر من 50؟ أكثر من نوع أنت. أنا ما بعرف يعني هن غليوا يمكن. طبعاً. رح أجيب لك هلا أول خبير، أول واحد أرجنتيني. زعلان شوي لأنه خسر الأرجنتين هلا من شوي مع السعودية. يعني ممكن يخبص فيني. يعني والله شوي زعلان. يلا هلا. هو لو مو زعلان كان عامل أكثر من هيك. خوسيه علاء، قلنا له انه انت ارجنتيني، زعلان هلا على خساره المنتخب. مشان هيك والله بتفرغ الطاقه، اللي بدك شيء تفرغ الطاقه. المكياج انت يعني تحب اي شيء؟ انا هيك بس انا بحب الرسم يعني. بحب الرسم. هلا انت مهمتك استاذ خوسيه علاء انك تحط فوند وبودره، بتعرف انت؟ بودره نمسح الفوند بهي. ايه بتحط الفوند بعد؟ لا بيعرف. بعد بس خلص نعمل وش لهذا. تعمل والله لا يوفق، عم نقول لك بروفيشنال. نعمل له وش معجونه هيك بنسطحها مشان ما تلزق بقرنه وما تلزق بقرنه. شكلك فاهم يا نصه. قلت لك خبير. بما معناه انه بنوزع على سطح الفيس. طب بده تبين. ايه بس مو هيك مثل ما حكيت. ما بنوزع. انت خبير. خفيف بعرف، انا بعرف. ارجنتيني انت. والله سهله القصه، ليش بتصعبوها علينا؟ هي ليفه مو بيوتي بلندر. هي شو؟ هي ليفه. شو ليفه؟ لا هي هيك يعني هي. معك شامبو مشان؟ ها؟ هلا هاي عيني عليك. لنخفي اول شيء العيوب والهالات السوداء اذا فيها، هو ما في بس اذا فيها نحن نخفيها. نظرة النظرة. والله العظيم وينك؟ والله ظابط. والله ظابط. هلا بشوفك بالمراية. طلع فيني؟ لا 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 يعني اقول لك انه اضبط من مكياجك ما راح لك. ما راح لك قلت لك. شو تعمل؟ بس على الكاميرا قال لي شو لازم تعمل هي؟ مشان نستحكم القرنة. لا اوعى شعراتها، اوعى شعراتها. على فكرة لا لا شايفني غشيم يعني؟ لا لا اكيد اختراع هو وش يا زلمة. لمسات لمسات سحرية. يا عيني عليك. هلا البودرة، أنت شو الشيء اللي عملته؟ شو اللمسة اللي عملتها؟ نحن هون أول وش بنحاول نخبي العيوب إذا كانت موجودة. نحن ما لقيناها بس بركي طلعت.
هلا شو اللنسة بدك تعملها حاليا بعد ما عملت الفون؟ هلا بعد ما عملنا اول فيس تبع الفون نعمل فيس كتير صغير من هاد يعني لنعطي نضهج اللون تبع الفون تروحه يعني ما يبين انه احنا خايفين العيوب. شو تعمل تضهج؟ اللون تبع الفون. الله لا يوفقك الله لا يوفقك يا علاء. لا بشكل عام والله عامل لي شغلة مضايقني كأنه هذا غير طريقته هذا بدك ترجع تظبطها اكيد هلا نحن اول شيء بنحط هيك بس بصير ناخذ من هون بنحطها هون بتشوي لانه هيك سلسله بنوزعها هاي معلش اذا طلعوا اسنان هيك بس بيبي ابو تمام مو مشكله يعني شكرا عمي خوسي جبنا الخبير الايطالي هلا اللي بعده دي غرانا مورينيو يا لجنان تفضل كل هدول خبراء مجتمعين مشان يطلعوك باحسن لوك واحد من بلد طبعا هلا نحن شو بدنا نشتغل اشتغلنا الفون اشتغلنا شو البودره هلا شو لازم بعد الخطوه اللي بعد انت بتعرفي عيون يعني مسكرة تعمل هاي لفوق ولا تحت هاي دمج فهمنا شو عم يعمل حط خط بعدين هداه بيقلب بالوش الثاني انا هلا بالوش حاشط حط حاشط انا خايف هي اي شادو مو اذن زبط له هون مسح له هون اشتغل ضمي معك والله مش جايبينه ببلاش مو والله العظيم حلو اخذت منظره يا عيني عليك يلا الطرف الثاني شو اللمسه اللي انت حطيتها بهذا الاي شادو هي لمستي الخاصه ما بحسن بعطيه يعني كل واحد له لمسه معينه يعني عليك يلا ورجيني شو عملت هلا ممتاز خليكي بس ثاني نجيب لك الخبير شو هلا صفي عنا روسي هذا يعني ما شاء الله عليه الاي شادو من اسبانيا الفوند والبودره من الارجنتين هلا اجاك الخبير الروسي يعني هو كان اشقر ما وصل له على الطريق عرفتي شو اسمه عبد الهادي نصار يلا لا هو بس عندهم بروسيا لتحت لفوق شوي لفوق من لك لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق الرموش بيوقفوا يا حبيبي شو الخبراء هذول يعني عليك ايوه كمان حاول عملنا لمسه والله رويتوليني على يا عيني عليك الطرف الثاني هلا استاذ شو بدي لك بس يلا هات هلا هلا نحن هيك صرنا يعني ها عم نجمع بلشنا شو صفي عنا حمرة توليني لا اذا متضايقه مني قولي لا ابدا يا شباب هذا الخبير بعثوا لنا اياه بيعرف يشتغل بليرة من هونغ كونغ تعذبت شوي بالمطار كثير هلا انت بدك تستلم موضوع الحمرة وهالشغلات خبير بهذا المجال خبير بهذا المجال يا عيني عليك ما شاء الله عليك شو بتحبي تنقي لون الحمرة انت طلعنا الالوان تبي البقلي شبكون يعني قصدي انه حريفه قصدي انا انه هون يعني فوق عتم انت وين عم ترسم الله اللون ما بخبرك بيعقد اسمعي لا تنزعج يا حبيبي ترى انت شوي يعني انت هلا انا صار لي ساعه عم اقول انه خبير وانت نزعت الخبير انت بتعرف شو حيصير بعدين حاسس النتيجه قبل تولين بلشت تصير مناوشات هلا حاليا بس شكرا كثير لك لمسه بصراحه حبيب القلب كسر ايديك حبيبي على عيني بصراحه لهلا اللوك شيء بيعقد ناطرين النتيجه النهائيه بس تشوفيه على المرايه قدر رح انتهي ممكن تجني من كثر مو حلوين احذري هذا الخبير من وين تجهز اكيد رح تجهز سوريا من وين بده يكون يعني هذا شبكة هذا الوطني هذا الشغل الوطني تفضل بتعرف شو هذا لماذا نحن هنا سؤال يعني هاي حالات الوطني صريح نحاول نغير اللون ايه تفضل هذا شو هذا اللون هذا ممتاز صراحه لا ليش هيك عم تساووا معي انا ايه عملت لك شيء والله العظيم انا مو قصدي بس مو الخبير تبع الهونغ كونغ شوي هيك عفاس فنحن عم نصلح سبحان الله على طول الوطني بيصلح اخطاء الغير بصراحه بيفهم ايوه على بنت بلده وعلى كذا يعني دمج اللون طبعا صراحه بيعقل يعني هلا بده يطلع معنا لون صدقا يعني رح ياخذوه من برا حيصيروا سر هذا اللون شو اسمه؟ تفاحي وفريزي صاروا لون كثير رائعين يعني يلا بس شو الستايل اللي عملته انت شو رايك بالستايل النهائي؟ انا كنت مبسوط بالشغل اللي انا اشتغلته اول شيء بس عتبار شوي على الخبير البلجيكي هلا بالنسبه للمسكره كانت كثير حلوه يعني الشغله متعوب عليها كثير يعني رسمه ما بتنوصف هلا شكرا لك
انت بلشت بالنزع هونغ كونغ هي كتير درجة عندنا. هلا شباب انتم بتروحوا لأبعد قرنة لانه هلا بدها تشوف هي النتيجة. يلا اخوات يلا الله يسركم. رح تتفاجئي صراحة لوك. يلا تولين حاليا بحالة الغضب بعد لقى الكاميرا. طولوا بالكم. شو هذا؟ الله يكسر ايدكم يا رب. الله يوفقكم. والله حلوين. كثير حلوين. انا والله بس بشوف المودلز بيعملوا كثير شغلات. ايوه غريبة هيك حركات هون. نحن هلا عم نرجي المودلز انه في طالع لوك جديد. هذا اللوك شو اسمه؟ ما بعرف شو اسمه يعني هيك انت اسمه ما بعرف شو اسمه يعني. كثير انبسطنا بصراحة باللوك النهائي. هون في طبقات ما عم ينمسح معي. هلا بيمسحوا انت بس يعني بدك تحاولي. رواق رواق سامحتينا؟ لا ايه اه؟ ايه بالله هيك من قلبك سامحتينا؟ لا. مرحبا. هلا. شو اسمك؟ إيناس. إيناس انت بتشتغلي بالموديلينج يعني؟ ايه يعني مصورة انت ميك اب كذا هيك قصص؟ تمام. بتحبي ايه. الميك اب؟ ايه. اليوم رح تكرهي يعني ما بدنا نكتر حكي. يا إيناس خلص مسحي المكياج يعني. طيب اعطينا ضل نحكي. اعطينا مراية. لا ما في مراية. إيناس تنسحوا المكياج حاليا. إيناس رح تضلي إيناس؟ لا. شو رح تصيري؟ سوسو. اه فكرت انه طبعا احنا هلا جايبين لك تشكيله خبراء ارجنتيني اسباني روسي. انا بطلع انا من هون بروح على الحفله. مو الحفله انت بتروحي على العرس. على العرس بس بيصفى العريس يعني هي يعني مساله بسيطه. هلا لا بيرجعوا الشباب بيعملوا لك تشكيل. هي ميك اب اللي بيميز الصبايا انه هن اذا مسحوا المكياج بيضلوا حلوين فظيعين. شو بيضلوا حلوين عليك زيك كمان شوي. والله ما كدي هي هي مشاني هي ستة سوا بحياة ربك حطي هيك واعملي هيك يعني. أنا برجي جدي يعني كتير عنيدة. أنا جدي. أنا حاليا جدي بدي أمسح مكياج. والله يا عمو عم نمسح مكياج إحنا. لك عطيني النظارات هيك نشتغل فيهم. شو يعني؟ لك نظارة هيك بس هيك خلوها تمسح مكياج بين ما أجي يا جماعة. إيناس عم نجيب نظارات عشان نشوف منيح. مرحبا. العم حس عليك إنه أنت عم تزوغري. اللي حط النظارات لتفهم شو عم يصير. لسه في. على راسي يا عم والله احلى بضاعة. انا ما شايفها يعني. هدول النظارات اللي معه انحراف وتيره مو ايناس شو وحيات الله والله العظيم النفخ قلبي. امسحي لي هدول اللي على عيونك مشان الله. خلص والله المسح وما بقدر شيء. يا ايناس مشان احنا نشتغل. انا عيوني مكحلين بدك لهالقد ايناس خلص هاي هي. مرحبا اهلا. طبعا انت رح تدير العمليات هلا. اللوك اللي بدنا نطلعه لإيناس ان شاء الله. شو حتكون. اسم اللوك اللي بدك تطلع عليها؟ راح نطلع لها لوك سالم الدوسري اللي حط علينا الجول الثاني. نفس الابتسامه مع تعريض شوي بنحنا. انا موهبتي بلشت بصف الاول. واضح انك مدرستي الابتدائي كنا نرسم على الصابونه وكثير وقت الانسه قالت لي الك مستقبل يعني توقعت لي هي اللي انه حكون هيك. قالت انه ايدك مو ايد واحد عم يرسم مدرسه ايدك ايد واحد ميك اب تيرست. لك تساعدينا تعاوني معنا. اهدي اهدي اهدي. واضح انك عم تدهن انت الصابونة بذاتك. كل واحد له اسلوبه بالشغل مهم النتائج مختلفة. انت كمان كنت تشتغل بالجبسن بورد. طبعا لك مرتين ثلاثة اشتغلت شاغل حلاق رجالي. بس عينها مش ماري هلا نحن زوايا المكياج هي مشكلتها انه حساسة قريبة من الوش ومن اماكن بالوش. قريبة من الوش مو بالوش قريبة من الوش. قريبة كثير فبدنا نضطر نشتغل يعني لو انه تضايقناها شوي. نحن بنحاول طبعا الميك اب تيست المزوة دائما ما بيضايق. كمان ايوه يعطيك العافية. خليكي انا بنحط باماكن اكثر من اماكن بحيث تعطي ضهجه للوش. نايس. لاحظت الضهجه دردو؟ اي ضهجه عملي بس حاول. وين اكثر ان مضايقتك بوشك انت؟ مو مضايقني شيء. تمام كده انت اشتغل. تنحي شوي صغيره تحت الانف بس. يلا شكرا يا استاذ. هلا بدنا نجيب الخبير البرازيلي نيمار اكسسوار. تعال لو سمحت. طبعا الخبير البرازيلي قلنا انه هو مستوحي هاي القصه من الكرنفال تبع ريو دي جانيرو. شلون اجواء الكرنفال هيك دايما لك بعيونه. شو يا نيمار؟ تع تع نيمار شد. نيمار شد هرب هرب. لا 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 فتل. لا 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 لفوق لفوق. من تحت لفوق من تحت لفوق. فتل عكس حفره الكوسه. بس شوي شوي انا عيني شوي. هون مو هون. شوي شوي نيمار البياض لا كثير تقرب عليه اللي بقلب العين السواد ما يبين. معلش 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 حلوه نيمار احتانيه حلوه. معلش نيمار حلوه
لكة لكة رز لفت الهيك ولا هيك؟ لا بالعكس حبيبي لفت لفوق لكة بس حط رموش بتحب هيك الرمش لحاله لخ نيمار رد حط مسكرة لك يا عيني عليك يا نيمار بس رموش تركيب كانوا هدول لا 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 طبيعي طبيعي شكرا يا نيمار حبيبي خبير الاسباني سعيد السعدي من كاتالونيا رسام بنضيعنا عليه حلو كثير خلينا نمساتك انيقه هلا الطرف الثاني استاذ بس غير لون اذا بدك الله بدك بصراحه عن جد روعه هلا انت اخر شيء اللوك تبع هون هي بتظبطها لحناك شو شعورك حاليا انا جميله جدا ومبسوطه يلا حنبلش بالعين الثانيه بدنا هدوء شوي بس غمضي عليه استرخي استرخي حاسك مو مبسوطه انت لا واو كتير مبسوطة نحن الاندماج اللي عم نعمله النهدي مع التفاح هي حركة جديدة شوية شكرا روتين. شكرا خبير الوطني شو عم يعمل عم يكذب تعا عن جد اللوك والله العظيم مجنن هذا اسمه لوك إشارة المرور يعني شغلة على خبير الوطني نحن هون أنا غير الأجانب بالنهاية شغل الوطني فهمان عليك طبعا نحن بنعرف شلون طبعا نحن هيك تركنا آخر شيء تتمكياش صراحة لوك مجنن بالله عم يقولك بعدين تمام يا سلام عليك هكمل لك البلاي ستيج تبعي فنان استاذ ورئيس قسم الوطني المستعار بس ورجيني اوه هلا شو صفي عنا هلا بس بدك تحط لها هون يعني عرفت اهم شيء انت تحبي حالك تلاقي حالك حلو بس حسي حالك انت صح بس حسي حالك حلو تاخذي الثقه بنفسك يا عيني عليك هلا الطرف الثاني بسرعه واهم شيء تتاكد انه الاخلاق هو اهم شيء شكرا كثير لك الخبير الروسي فعلا ما قصرت حبيبي شكرا كثير لك بس استاذ علاء هلا نهايه اللوك يعني تختيم تشطيب بيكون من عندك اعطونا المرايه بس لا اعطونا المرايه انت حزير شو بس خذ الخبراء شفناكم بخير خذ الخبراء والله ما بعده شباب روحوا روحوا روح واو شو هاد كثير حلو عن جد واو لا ها جوكر لا شو جوكر لا امبلا بس بالله العظيم يسلمك الله يسلم ايديكم كثير كثير انبسطت والله العظيم ترفعوا الراس خبير شو قلت لي؟ خبير شو؟ الأرجنتيني أرجنتيني أنا خبير بالمقابلات والله العظيم أنا يعني لا إذا عصبتي منها قل لينا لا ما عصبت أبداً شو هاد؟ حسيت أنك ما عصبتي بس لا. أنت أواجبي بتمنى تكوني بسطتي معنا؟ لا أبداً ما لاحظت والله كثير انبسطنا بوجودك ونحن عم نعمل هاي الشغلة لحتى نشوف إنه ليش الموديلز كثير عم يأوفروا بالمكياج لا مو أوفرة خلي هالشباب يعني الشباب الجيل الناشئ يعني جرب الميك اب انت عجبك اللوك؟ لا على عيني الله يكسر ايدينا الله يكسر ايدينا أنا مع طاقم المصورين مع اي حدا شارك بهذا العمل انا ندمان اني اجيت لهون اساسا صراحه الله لا يوفقه ما اساس نحن نشتغل لهم نظبط لهم يعني الفكره مبينه اسهل كانت على التطبيق بس وقت اللي طبقنا والله عم يتعبوا كثير كثير المهمه صعبه انت شو رايك شيء؟ والله حبيبنا يسلم ايديك هيك كانت الحلقة شكرا كثير لكم باي